السلام عليكم، مساكم الله بالخير، جمعة طيبة على الجميع. أجواء مكة اليوم مبشرة بإذن الله مثل أمس. طبعا أنا معاي الحبة اليوم، احنا بنشوف جهة الجموم. طبعا المناطق هذه كلها إن شاء الله خير. هذه مكة الآن على الجموم، وهذه السحب مثل ما تشوفون. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. أنا الآن في المبارك، مدرك عليها الآن مطر غزير، وفيه برضو زخات من البرد. طبعا الجبال هذه قبل شوي كنت أشوفها، الآن ماني قادر أشوفها، انعدام الرؤية بسبب الغبار. شوفوا نزل الآن الغبار هناك، معناته في مطر الآن نزل برضو في نفس المنطقة هذه. شوف برضو ما شاء الله تبارك الله، حتى صوت الرعد أسمعه الآن. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. شوف الغبار كيف نزل، ما شاء الله تبارك الله. برق الآن صار الرعد والبرق في المنطقة هذه. والله قبل شوي مرة حر، الآن ما تصدقون، والله تغير الجو 180 درجة، بارد. لكن الغبار وانعدام للرؤية. شوفي لها كم؟ تقريبا 30 متر أو 50 متر بالكثير انعدام شبهته. سبحان الله العظيم. طبعا شبكة معد فيه وقفلنا وخلينا على وضع الطيارة. بعد كذا بنزل سنابات إن شاء الله. شوفوا كيف انجلى الغبار. الآن برق ورعد. هذا الغبار بدأ ينجلى، شوف سبحان الله العظيم. هذا كله غبار. كيف راح؟ لا إله إلا الله. الآن البرق والرعد عليه. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. سبحان الله كيف الغبار. لا اله الا الله. وبداية الغيث قطرة. زاد هناك وزاد الغبار. ارجع السيارة احسن لك. حط الجوال هذا صورة مبروك ما شاء الله تبارك الله. نزل ما شاء الله تبارك الله. نصيبا نافعا وعم بنفع البلاد والعباد. الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
لكن الحمد لله لحقنا على الخير. أحداثيات البرنامج كانت العصر السيل الكبير مدركة الجموم جدة. الآن ما شاء الله تبارك الله توسعت على مكة. أنا الآن متجه إلى جعرانة ولا زال الخير ما شاء الله تبارك الله مستمر. هذا طريق الجموم السيل وهذا الخير ما شاء الله تبارك الله لا زال مستمر. طريق السيل الجموم الآن بإذن الله متجهنا على جعرانة نزل خير. طبعا ما صورت كذا من فترة لأنه انقطعت معي الشبكة، الجوال بدأ يسخن، لكن يلا الحمد لله. هذا الآن ناخذ طريق جعرانة وانزل على مكة. شو ما شاء الله تبارك الله الخير، مطر طيب. هذا الطريق جعرانة مقفل سيول، جاء مطر غزير منطقة جعرانة. الدوريات ما قصوا الزام بالخير، قفلوا الطريق على السيارات الصغيرة. شوف ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. هذا السيل شوفوا ما شاء الله تبارك الله. الخاص يقفل من هنا، ما عاد أحد يعدي السيل في المنطقة هذه. السيل ما شاء الله تبارك الله، جيت معه قبل شوي ما في شيء. شوف السيل ما شاء الله تبارك الله. هذا السيل اللي جاء من جعرانة ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. ديب صغير قاطع قدام شوي. تعال هيا تعال. شفت الذيب؟ زينة تعال. راجع على الجموم وعلى نورش بسيط. قرية خيف الرواجح، الأجواء مرة حارة وغبار مثل ما تشوفون.